استاذ كاظم الوائلي، شلونك حبيبي؟ حلو سيدي، شلونك؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله بخير. والله انت مضبوط على الموعد. طبعا هذا الشغله بيها دائما معروفه. اكيد طبعا طبعا. تلبيه دعوه خدمتك انا صديق، وانا احب اشجعك دائما بهاي الامور، خاصه امور الاعلام. حبيبي ربي يوفقك استاذ كاظم. خليني اسالك في السؤال شويه محيرني من ايام ما كنت في الاردن. اوكي. انا بالاردن اعرف كاظم الوالي شاعر، شاعر شعبي وشاعر ممتاز واسمع له بصراحه. جيت الامريكا انصدمت بكاظم الوالي شخصيات مختلفه، مو شخص واحد. يعني ميكس غريب عجيب، يعني شاعر، محلل سياسي، خبير عسكري، موظف بأحد دوائر الدولة المهمة هنا طبعا، رياضي، شخص باحث عن التاريخ الأمريكي بشكل غريب. يعني أنا لاحظت لك أحد اللقاءات أو التقارير اللي سويها حضرتك أنه أنت رحت على المكان اللي صارت به الحرب الأهلية وتحدثت عن جنرالات وتحدثت على الجنود وتعرف اسم الجندي وين كان بيته وش وقت مات وش قد عمره. يعني هذه واحدة. الشغلة الثانية أشوف والله بالمواقع العالمية كاظم الوائلي معزوم، تم دعوته بأحد الإيفنتات العالمية للأزياء. للأزياء يعني كاظم الوائلي وين أخليك؟ أقعد الصبح الساعة 5 يا كاظم الوائلي يركض بالشارع رياضة، اروح للجيم القى كاظم الوالي يلعب بودي بولدينج. فيعني كاظم انا اسف بس وين اخليك؟ يعني منو كاظم الوالي بالنتيجه؟ اوكي شكرا زيدون، انت اعتبرك يعني احنا اكو فرق بالعمر بيني وبينك، اعتبرك اخي الاصغر عمرا مو ماما. يعني احبك واحترمك واشكرك انا على هذا الاطراء. الشعر يعني انا اول قصيده كتبتها بحياتي 1987. يعني شاعر مو مهنه، هي موهبه. الموهبه تسقل بالأكاديمية. يعني قرأت كثير من الكتب، قرأت الشعر العربي، قرأت الدواوين المتنبي والجواهري والرصافي والزهاوي، قرأت مثلا ودرست ميزان الذهب إلى أحمد الهاشمي اللي هو التفعيلات بالشعر، قرأت مثلا التفصيلات كتاب الفراهيدي. فيعني سقلت موهبتي، كتبت الشعر هواية، يعني شعر سواء الشعبي أو الفصيح. نعم صارت لي شهرة على مستوى العراق وعلى مستوى الوطن العربي، يعني بس وقفت تقريبا 2014. يعني حسيت بنفسي ان العراق صاروا كلهم شعراء ما شاء الله عليهم، يعني صارت يعني من اللي من لسندهم. يعني لا هي لا كثير، انا بالمناسبه اسمع لهم، يعني الله يرحمه علي رشم شاب بس الشعر مالته العمق بالقصيده مالته. بس انا اعتبر نفسي من الجيل القديم، دقه قديمه مثل ما يقولون، الجيل القديم اللي اسمع، مو من جيل ما اقدر يعني اقارن نفسي مع عريان سيد خلف ومظفر النواب او كاظم اسماعيل القاطع. كل واحد بالنتيجه الستايل الوائلي بالضبط. يعني بس شري كنت اسمع لهم وتعلمت من عندهم. بعدين يعني احتمال يعني خلصت يعني هاي الموهبه انتهت. يعني بعد ما عندي شيء اقدمه، ماكو عطاء اقدمه، لانه اعتبر نفسي جيل الثمانينيات التسعينيات الالفينيات، والان حتى المفرده العراقيه صارت تختلف عن مفرداتنا ذاك الوقت. صح. اما المحلل العسكري، هاي مهنه، هاي نوب نرجع للمهنه بروفيشناليزم. يعني انا درست علوم عسكريه هنا بالكليه البحريه. انا جايك بهذا السؤال طبعا، بس يلا بيخلص روح. اي فهاي مهنه. الستايل انا احب يعني انا اقوح بهذا بس مو لهالدرجه يعني. عندي اصدقاء هوايه بمجال عرض الازياء ودائما يدعون. يعني اخر مره كانت باريس يسمونها منتدى القفطان المغربي، بس هو كانت يعني كثير من مشاهير العالم، بعدين بالرباط صارت يدعون يعني دعوة عادية. يعني أنا أروح مرات حتى التيكت أنا أشتري من جيب، يعني مو شرط إني أطفل عليها من أنا أحب أنا عرض أزياء ولا شيء. صح. بس أنا أحب الأناقة، يعني شيء حلو هو. أكيد. وكل إنسان ترى هو كل إنسان أنيق. صح. الأزياء والملابس مو شرط، يعني تشوف السوداني يلبس القلبية البيضة تطلع جميلة عليه، السعودي يلبس الدشداشة البيضة تطلع جميلة، العراقي يلبس دشداشته المطرزة تطلع كل واحد له في الستايل. هذه مسألة الستايل. أما التاريخ أنا أحب التاريخ، أنا من عشاق التاريخ. بس من هالدرجة يعني أنه تعرف اسم الجندي، يعني أصلا ضابط مو مشكلة، بس جندي يعني
تدرب يا بالعشائر العراقيين. انت من احد النسابين طبعا بالمناسبه. اي فاحب التاريخ يعني بزغري كنت اقعد يعني بالبرانه مالتنا ذاك الظهر الناس تنام بالظهر انا اقرا تاريخ تاريخ الامم والملوك تاريخ ابن اثير المسعودي ذخائر الرقبه في مناقب ذوي القربى ابن عبد رب الاندلسي ما يحضرني اسم الكتاب هي مجموعه كتب اقراها تاريخ العربي من جهه الامريكا تاريخ الحرب الاهليه جدا مهم صح مهم لان هو البنى هاي الدوله انبنت الدوله من 1787 الى 1862 وقفت الدوله لان صارت حرب اهليه اخوه يقاتلون بيناتهم صح يعني ريتشموند ضد واشنطن انقسمت الجمهوريه الامريكيه قسمت الولايات ماتوا نص مليون من 12 مليون نسمة في ذلك الوقت فانه دمرت المدن كلها المدن الجنوبيه لحد الان بها تدمير لحد الان يعني يدفعون ثمن هذه الحرب طبعا اقاطعك بس راح اخذ وعد من عندك قدام اللي دي شاهدنا انه يوم من الايام نطلع انا وياك نسوي تقرير كامل بعيوني على موضوع الحرب الاهليه طبعا عندك قصيده حلوه قصيده غزليه قصيده قريبه لقلبك حتى وراها عندي سؤال شوي هم محيرني بس هاي انا كاتبه هي موجوده كاتبه بال 1989 قل لي ودعت الله من تريد تروح حتى بكل نفس اتوادع وياك يا ماي الحياه وتحيي كل مذبوح وابن ام القدر يتنفس بلياك يا الشاي الجبال ومنحدرها سفوح ويا جنبد دخيلك لو درت مكفاك كنت صقار هسه من الشبر مالوح والشاخص لرمي انت العشق خلاك بس انت اغاتي وكل شي لك مسموح ومن قاعك نقو لا من خلص صفه الله الله جميل كاظم انت ليش بعيد؟ اسمح لي اقول لك كاظم بدون القاب عاد انا تضرب انا ما اقبل واحد يقول لي لا انا ما اقبل واحد الالقاب ما يعني يا ليش بعيد عن قناه العراقيه؟ يعني انا اشوفك يعني حتى مره شفتك لقاء بعد قناه العراقيه كان ياك ضيف ما اذكر اسمه ضيف عصبي ومتنرفز وتحس انه يطلع من الشاشه وانت بكل برود وابتسامه يعني ومسيطر بقعدتك وقعدت انا يعني لو بدا انا اطلع ما ابقى زيدون التحليل مو شعر القصيده الله الله وصف التحليل هو مسؤوليه لان تحلل معلومه هاي المعلومه خافيه عن الناس الناس ما يعرفوها فانت تحللها اذا هي مسؤوليه الرجل كان الاكثر القنوات العراقيه يعني انا مو ما اطلع وياهم انا اطلع وياهم اذا كان مثلا الشان العراقي الخارجي اطلع وياهم ليش لا يعني انا غطيت زياره الكاظمي الى واشنطن اربع ايام تتذكر هنا انا قاعد بس اذا شان الداخلي هنالك من اكفأ مني من هو من الداخل يقدر يشرح الوضع الداخلي اذا انا راح اكون متطفل اما بعض الاحيان انا لحد الان يعني مثلا قنوات العراقيه يطلبون عندي اطلع وياهم اسال اقول له الوقت انا ما اقدر اكثر من ربع ساعه لان هاي ما عندي بعد حكي ماكو طاقه ما اقدر الزق حكي يجيبوا لي واحد مثلا متبني موقف انا ما عندي موقف اتبناه متبني الموقف يكون دائما متعصب لموقفه ودائما يكون ما عنده هذا الافق نقدر نقول موجه هو موجه نفسه بالضبط انا عندي افق انا معلومه اجيبها و فلسها وطيها للناس زين منو من شبابنا المبدعين حاليا من الوصف الفني يثار اهتمامك من 1994 الى 2015 انا منقطع عن الدراما العراقيه والتمثيل العراقي والكوميديا العراقيه يعني كنت متجه لدراستي وشغلي وقنوات السي ان ان والفاكس نيوز انا احب الاخبار بس بعدين اثار انتباهي الشباب ولايه بطيخ اغلبيتهم كانوا وياي بمحافظه جميله فولايه بطيخ عجبتني لانه اكو دراما اكو كوميديا عفوا اكو كوميديا مال قرقوزات بس يريد يضحك صح واكو كوميديا ذكيه محبوكه صح بالضبط ذكيه لما علي فاضل جاب هاي الشباب مجموعه الشباب اثير كشكول غسان اسماعيل اموري عبد الحسين فكره ابو الهيل فكره حبيب اي طبعا طيبين والله وعروس اي فهاي الشباب يعني شفتهم عندهم كوميديا احنا عندنا بامريكا ساتردا نايت لايف اس ان ال نفس الشيء يعني اذا اكو كوميديا ذكيه اكو بها هدف ولذلك شدوا يعني انتباهي
وبعض يعني كثير من العراقيين الان جاي يشوف الدراما العراقيه او الفن الابداع العراقي جاي يطلع يعني مو على حساب اللهجه العراقيه وكرامه اللهجه العراقيه، وانما هم ابدعوا ووصلوا الى يعني مجالات ممتازه بالخليج وبالبلاد العربيه. كاظم الوائلي الشخص اللي اجى بالتسعينات واللي عانى ما عانى حتى يوصل لهنا، شنو طباعه على الشباب اللي يجون حاليا؟ هو شنو الصعوبات اللي مر بيها؟ شوف الشاب العراقي، انا اختلف عن الشاب العراقي اللي اجى مؤخرا. ليش؟ لانه يعني انا من الثمانينيات، من السبعينات والثمانينيات، وراسا بال91 وطلعت من العراق. فقد ذيك الطيبه، بقى اكو تاريخ عندنا. انا ملاحظه طبعا بالمناسبه انت من الناس اللي تحكي انجليزي بطريقه انه امريكي قدام يحكي، وبنفس الوقت من تحكي عراقي كانما هذا شخص عمره ما طلع مثلا من الناصريه. عرفت شلون؟ بالمناسبه انا من الديوانيه. من الديوانيه هواي الناس على بالهم انا من الناصريه لو بصري. انا لحد الان دائما اقول الناصريه الديوانيه، لان مستحيله يعني اللهجه والحسه مالتنا موجوده. الماله اول ماله ثاني صح، عندي تاريخ، عندي عائله، وعندي ارتباط بالارض العراقيه. الظروف اللي مر بها الشاب العراقي من بعد التسعينيات يعني مو من الانصاف اني اقارن نفسي به. انا طبيت معسكرات لجوء، وجيت تعبت اكثر. انت تعبت؟ انا تعبت اكثر، والشاب العراقي الان اللي اجى ما تعب اكثر لانه عنده الايفون وعنده الايباد وعنده اللغه الانجليزيه بعضهم. انا اعتقد الشباب هنا يعني نجحوا. انا جاي اشوفك انت وبعض الشباب بالمجال الاعلامي، يعني ماكو قناه عربيه كبرى في واشنطن اذا ما بها مصور عراقي، اذا ما بها مونتير عراقي، اذا ما بها مراسل عراقي. هذا احنا كنا يعني نفتقره قبل لا تجون انتم. اكو بعض الشباب اللي اجوا جابوا هاي العقد النفسيه وياهم مال العراق. هاي العقد النفسيه مال انا من بغداد والباقي محافظات. يابا مو انا بالعاصمه هنا بواشنطن وانت بكانساس، يعني هم انضب لك انت منضب لك محافظات. شلون وصار لي بالضبط 30 سنه انا هنا بواشنطن دي سي ودراستي وشغله بالكونغرس زين. انت شلون تقيس هاي العقد يعني؟ بس هاي اعتقد مع مرور الوقت راح يعني يستوعبون الدرس انه خلاص. وبالمناسبه يعني مو بشيء معيب حتى تعيبني فيه. ما اعرف شنو سالفتهم. اما الطائفيه تعرف يعني هاي الفتره انا جاي احس النفس الطائفي كان هنا بامريكا واشنطن بيناتنا احنا العراقيين شيعه وسنه واكراد. قبل 2014 اعتقد من بعد 2014 صارت الويك اب عندنا وعند العراقيين كلهم. نصيحتك للشاب العراقي اللي جاي؟ والله نصيحتي اقول اول شيء ادرس، تعلم انجليزي، مو شرط تكون شكسبير بالانجليزي، بس تعلمها، تعلم الانجليزي حتى لو مثلي مثلا. لا ما شاء الله عليك، لا ما شاء الله عليك، انجليزك كلش حلوه. اعتقد العمل، شوف عندنا فد نظره الى الخارج، العراقيين بالذات لازم يصير دكتور، لازم دكتور، لو بطل فيلم، لو دكتور، لو قائد فرقه، لا اشتغل، تريد تشتغل دشواشر، من دشواشر تصير شيف. صح، وكثير من الناس وتجوا صار شاف والنظام هنا حلو سيستم هم يرفعوا بالضبط. تريد تصير سائق مال 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 تاكسي، بعدين تفتح لك شركه مال ليموزين. صحيح، اي شيء انت ابدي. انا اقول للشباب دائما اقول لهم شوفوا بس ابدي، اكو هذا الهوك خاطر ما تسمونه احنا تشنقال. تشنقال تنقل بشيء وشوف حياتك. يعني انت بديت زيدون هسه انت مدير مكتب هنا قناه عربيه كبرى، انت مدير مكتب، انت جوز بديت مثلا كاميرا مان بالكاميرا. صح، وكثير من الشباب عندنا هنا انا بديت، انا ايش بديت؟ بديت مطعم اشتغل. اغلبنا كل احنا ولا باس بهذا. فالقصد انه هذول الشباب لازم يبدون، خلي يتخلى من هاي العقد النفسيه العراقيه. مو كل العراقيين، انا اقول لك هناك عقد نفسيه جابها من العراق وجا لهنا. تريد تسوي فلوس سوي فلوس، لا بس دز لاهلك. دائما اهتم باهلك، اهلك اللي بالعراق، حتى اذا هم ما شاء الله عندهم فلوس، دز لهم هاي الورقه، دز لهم اياها، هاي رمزيه، يعرفون انك مناسب، يعرفونك انت مناسب. طبعا بنهايه اللقاء احب اشكرك استاذ كاظم، حياك الله ونورتني، وان شاء الله اللقاء الثاني وين؟ من الحرب الاهليه بجيتسبرغ. اول مكان انت تختار؟ لا هي معركه جيتسبرغ. اوكي، اخذك لها واي واحد من اصدقائك يريد يجي اسوي لكم تور حلو. فكره حلوه، اسوي لك لايف وجبنا كاميرا كبيره وصوت ونسوي لك تور كامل. حلو. أنا أشكرك جدا، ورد تحياتي. حياك الله، شكرا عمري. أصدقائي كملت طبعا كملت اللقاء ويا كاظم الوالي، طبعا اللقاء مو مطول
اتمنى يعجبكم، وهسه رايح للبيت بصراحه لان كلش تعبان. اشوفكم الحلقات الجايه.